حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطعام فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة. الحمد لله مجيب دعوة المضطر إذا دعاه وكاشف السوء عمن ناداه. اللهم لك الحمد بما حمدت به نفسك وبما حمدك به الحامدون من جميع خلقك. لك الحمد كما نقول وخير مما نقول وكما أنت به تقول. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت وملء ما خلقت وزنة ما خلقت. لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف فيحمده لساني كل حين ويعرفه فؤادي باللطيف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عانت له الوجوه وسجرت له الجباه وخشعت له الأصوات ورغمت له الأنوف. أجاب نوحا حين ناداه وكشف الضر عن أيوب في بلواه واستجاب ليعقوب فرد إليه يوسف وأخاه. يا من أجبت نوحا فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون. يا من جعلت الحوت يلفظ يونسا وحفظته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا مثلهم في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المرتضى. كنا ضلالا فهدانا الله به وكنا أذلة فأعزنا الله به وكنا عالة فأغنانا الله به. صلوا عليه صاحب الحوض المورود والصراط الممدود واللواء المعقود. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن واشهدوا وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في الأولين وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله في الآخرين وصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فيا أيها الآباء الفضلاء أيها الإخوة الأعزاء، نعيش هذه اللحظات حول وندندن حول مقصد من مقاصد العبادات في الإسلام. ما شرعت العبادة في الإسلام إلا لأجل ذكر الله تبارك وتعالى. واقرأ إن شئت حينما تحدث الله عز وجل عن الصلاة ماذا قال؟ قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر من ذكركم إياه، أكبر من دنياكم التي تعيشون فيها، أكبر من كل شيء. فإن أردنا أن نعرف أكثر عن ذكر الله ولماذا شرعت العبادات نتأمل الحج، كيف قال الله عز وجل حينما ننتهي من الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شرعت العبادات في الإسلام لأجل ذكر الله،
ولو رخص لأحد في عدم ذكر الله لرخص لزكريا عليه السلام. تأملوا حينما قال له ربه عز وجل، سأل ربه فقال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، وفي الآية الأخرى 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا. فلم يرخص الله عز وجل لزكريا بعدم الذكر، ولو رخص الله لأحد بعدم الذكر لرخصت للمقاتلين في سبيل الله والمجاهدين الملتحمين بالأعداء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لذلك نتأمل ما قاله ابن عباس في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال أمرنا الله أن نذكره في الحضر والسفر، في البر والبحر، في العسر واليسر، في الشدة والرخاء، في الليل والنهار، في الشتاء والصيف، في كل أمر من الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عد الذاكرين الله عز وجل هم السابقون، قال سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولعلي من خلال ذلك أذكر لكم قصة، وأذكر لكم ما ورد في عهد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام مع الصحابي الجليل معاوية ابن معاوية الليثي. ذاكم الصحابي لما أراد النبي أن يخرج إلى غزوة تبوك، كان معاوية مريضا، فخلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مريض بالمدينة في الطريق إلى غزوة تبوك. كما يذكر الذهبي رحمه الله، نزل جبريل عليه السلام على سيد الخلق فقال له يا محمد قم فصل صلاة الغائب على معاوية الليثي، فإني حضرت الصلاة عليه بالمدينة وقد صلى عليه صفان من الملائكة في كل صف 70,000 ملك. النبي عليه الصلاة والسلام استغرب، لماذا معاوية ابن معاوية الليثي الذي توفي وهو مريض بالمدينة صلى عليه صفان؟ قال ولما يا جبريل؟ قال يا محمد لقد كان معاوية يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، وكان لا يبيت إلا على قراءة سورة الإخلاص. تأملوا كيف يفعل الذكر بصاحبه. لما النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل ويقول له يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، في حديث عبد الله بن مسر يقول، في حديث عبد الله بن مسر قال جاء رجل وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. ماذا رد عليه عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذه وصية سيد الخلق، ما سبق من سبق إلا من خلال ذكر الله، ما وصل إلى باب الجنة من وصل إلا من خلال ذكر الله. ذكر الله هو السلاح الذي نقاتل به قطاع الطريق، وهو الماء الذي نطفئ به الحريق. ذكر الله عز وجل هو لواء القوم الذي من خلاله دخلوا الجنة. اللسان كما قلت قبل ذلك هو بوابة الجنة كما أنه بوابة النار. تأمل حينما قابل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الخليل إبراهيم عند السماء السابعة، وجده يتكئ بظهره على البيت المعمور. سيدنا إبراهيم عليه السلام يتكئ بظهره ومعه أطفال من أطفال المسلمين يلعبهم، فسأل النبي جبريل من هذا الشيخ الوقور؟ قال هذا جدك إبراهيم. ومن هؤلاء الأطفال؟ قال هم أطفال المسلمين الذين ماتوا في الصغر فاحتسبهم آباؤهم، فهم في كفالة إبراهيم عليه السلام. ولذلك حينما تدعو لطفل صغير مات لا تدعو له بالرحمة لأنه مرحوم بإذن الله، وإنما تقول في دعائك اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه إلى الجنة، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام.
هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجده يتكئ بظهره على البيت المعمور. هنا نقف وقفة، لماذا اتكأ الخليل على البيت المعمور؟ لأنه بنى لله بيتا ورفع قواعده في الأرض، فكافأه الله بأن يسند ظهره على البيت المعمور في السماء السابعة. والبيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 ملك. وأقسم الله به في صدر سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور، هذا هو البيت المعمور الذي تطوف به الملائكة في السماء السابعة. قال له يا محمد إبراهيم عليه السلام يقول لسيد الخلق: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة، عليك الصلاة والسلام يا خليل الرحمن، وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان. القيعان هي الأرض التي أعدت للغرس قبل أن تغرس، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال هذه الكلمات غرست له شجرة في الجنة. وهذا ما قاله الحسن البصري يرسلها إلى أي حد نحن في غفلة. يقول: إن أهل الجنة وإن دخلوا الجنة فإنهم يتحسرون. أهل الجنة دخلوا الجنة ودخلوا الغرف وتبوأوا الغرف وبعد ذلك يتحسرون. قيل له: على أي شيء يتحسرون يا أبا سعيد؟ قال: يتحسرون على لحظة مرت بهم في الدنيا دون ذكر الله. اللحظة التي ستمر بك دون ذكر الله في الدنيا ستتحسر عليها يوم القيامة، حينما ترى الدرجات، بعد ما بين الدرجة والأخرى كبعد ما بين السماء والأرض. هم درجات عند الله، لهم درجات عند ربهم. فدل ذلك على أن الدرجات تتقاسم عن طريق الحسنات، لذلك فرض الله عز وجل ذكره في كل آن وفي كل حين وفي كل وقت، حتى بعد الانتهاء من صلاة الجمعة: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله عز وجل هو الذي من أجله شرعت العبادات. سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب أنعمت علي بنعم كثيرة جعلتني كليما لك، فكيف أشكرك؟ قال: يا موسى اذكرني كثيرا، فإنك إن ذكرتني كثيرا فقد شكرتني، وإن غفلت عن ذكري فقد كفرتني. ولذلك أخطر شيء لو سألني سائل، أخطر عقاب يعاقبك الله عز وجل به، تعرف إيه؟ ليس ضياع الأولاد وليس ضياع المال، أخطر شيء يعاقبك الله عز وجل به أن يغفل قلبك عن ذكره. وهذا موجود في سورة الكهف بنقرأها في كل جمعة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من الذي أغفل قلبه؟ هو الله عز وجل. وإذا أغفل الله قلبك عن ذكره قسى القلب، وإذا قسى القلب تشتت شملك في أودية الدنيا. الأمور مترتبة على بعض: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وإذا أغفل الله قلبك عن ذكره اتبعت هواك، وإذا اتبعت هواك شتت الله شملك وبدد جمعك. وهذا موجود في الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك ذكر الله عز وجل الذي نتحدث عنه الآن هو سبب من أسباب رقة القلب. في صدر أو في سورة الحديد حينما نقف مع آية من آيات الله والله يعاتبنا فيها، يعاتب الصحابة ويعاتبنا جميعا ويعاتب الأمة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ما الرابط بين الحديث عن ذكر الله والحديث عن القلب هنا؟ الرابط عجيب لمن تدبر الآية. إذا كانت الأرض تحيا بوابل السماء بالمطر فإن القلب يحيا بوابل السماء وهو ذكر الله. فإن أردت أن يحيا قلبك فأدمن ذكر الله. وما رأيت شيئا يرقق القلب ويجلو مرآة القلب ككثرة ذكر الله عز وجل. إن أردت أن يرق قلبك، لذلك لا تستغرب أبدا لما تلاقي واحد قتل أبوه وقتل أمه وقتل زوجته وقتل أولاده الأربعة. السبب في ذلك لأنه قسى القلب لما عمت الغفلة. وإذا قسى القلب لن تنفعه موعظة، كالأرض إن خبثت لا ينفع المطر. أعظم عقاب كما قال ابن القيم يضرب الله به العباد هو أن يغفل العبد عن ذكر الله. سألني سائل يوما ما فقال لي كيف أعرف أن الله عز وجل يحبني؟ إزاي تعرف أن ربنا بيحبك؟ بسيطة جدا، إن أطلق الله لسانك بذكره فقد أحبك ورضي عنك. إن أطلق الله لسانك بذكره فقد أحبك، وإن أغفل الله عز وجل قلبك عن ذكره فقد أبغضك ولم يبالي بك في أي أودية الدنيا هلكت. فذكر الله عز وجل هدية من الله ومنحة. حينما يعطيك الله عز وجل هدية ويصطفيك، وهذا ما قاله ربنا عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طب إيه الرابط بين الذكر والشكر؟ بسيطة جدا، من ذكر الله فقد شكر، ومن غفل عن ذكر الله فقد كفر. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فكأن الله عز وجل يقول إن غفلتم عن ذكري فقد كفرتم بنعمي، وإن ذكرتموني فقد شكرتموني. ولذلك أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام فقال يا موسى أتريد أن أكون جليسك في بيتك؟ أتريد أن أكون جارا لك في بيتك؟ قال وكيف يا رب؟ خر موسى ساجدا وسأل ربه قال كيف يا رب؟ فأوحى الله عز وجل له أنا جليس من ذكرني، اذكروني أذكركم. يقول يحيى بن معاذ، يحيى بن معاذ الرازي يقول كلاما يكتب بماء الذهب، يقول لو علمت حينما تذكر مولاك كيف تكتب الملائكة اسمك عند مولاك لمت شوقا إلى مولاك. لو علمت حينما تكتب الملائكة اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. لما النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا رائعا، والحديث عند البخاري، قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، رب حي في مسلاخ ميت، ورب ميت تحيا القلوب بذكره. لما بيتكلم عن الإمام الشافعي أو عن ابن تيمية أو عن أبي حنيفة، رب هؤلاء بمجرد ذكرهم تحيا القلوب، وبعض الأشخاص برؤيتهم تموت القلوب، بعض الأشخاص برؤيتهم تموت القلوب، وبعض الأشخاص ربما برؤيتهم تحيا القلوب. ابن تيمية رحمه الله كان له كلاما بديعا في ذكر الله، يقول إنه لتأتي على القلب لحظات يرقص فيها طربا بذكر الله. لو سألتني متى وجدت السعادة في حياتك أسألك هذا السؤال. تعرف هارون الرشيد؟ هارون الرشيد الذي كان يخاطب الغمام ويخاطب السحاب ويقول للسحابة سيري حيث جئت فسيأتيني خراجك. أمير المؤمنين العالم الزاهد الذي شوه الإعلام صورته، هارون الرشيد قال عن نفسه عددت أيام سعادتي فوجدتها 13 يوما. 13 يوم بس أيام السعادة. تعرف أيام السعادة إمتى؟
أعظم سعادة حينما تصلي الفجر في جماعة وتجلس في مصلاك إلى أن تطلع الشمس، هذه سعادة الدنيا والآخرة. لذلك بعض الناس بيبحث عن السعادة بقاله 60 سنة ولم يستشعر طعم السعادة في يوم ما. السعادة ليست في المال، وقد أشقى الله عز وجل أصحاب المال ووجدنا كثيرا منهم قد انتحر في آخر حياته. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم. وليس السعادة في الأولاد، فكثير ما نجد بعض الناس معه أولاد وعاقين وأشقياء. وليس السعادة أبدا في العقارات أو غيرها، السعادة إنما حينما تجلس بين يدي الله في ظلمة الليل. السعادة كما يقول ابن القيم: دخلت على الله من جميع الأبواب، باب الصلاة، باب الحج، باب العمرة، باب الصدقة. قال: فما من باب دخلت إلا وجدت زحاما عليه. كثير من الناس يزدحمون إلا بابا واحدا. قال: لما دخلت على الله من هذا الباب لم أجد زحاما عليه، وأوصلني من الله من أقرب طريق. قيل له: وما هذا الباب؟ قال: باب الأنس بالله وذكره بالليل. الأنس بالله، هذه جنة الدنيا تأتي على القلب لحظات يرقص فيها طربا بذكر الله. وهو القائل رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من لذة العبادة لقاتلونا عليه بالسيوف. وهو القائل رحمه الله: إن الذكر للقلب كالماء بالنسبة للسمك، لو انت طلعت السمكة من الماء ماتت. وكذلك لو أن القلب غفل عن ذكر الله خرب وجف وذبل ومات. وهذا ما قاله معروف الكرخي حينما خاطب بعض التلامذة في العراق من مريديه، قال لهم: لو منع الطعام والشراب عن أحدكم 3 أيام كيف يكون حاله؟ لو منعت الطعام والشراب عن واحد 3 أيام، قالوا: ربما يموت يذبل، ربما يعتريه المرض. قال: فكذلك القلب، لو ابتعد ذكر الله عن القلب 3 أيام مات. فالذكر هو قوت القلوب، والله عز وجل جعل للبدن طعاما وجعل للقلب طعاما. البدن طعامه معروف، أما القلب فطعامه ذكر الله والقرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه قريب مجيب. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. وبعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أيها الآباء الفضلاء، ما زلنا نتحدث عن قوت القلوب وكيف نعيش حياة روحية من خلالها يدخل الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض. نحن في أمس الحاجة إلى الحديث عن الجانب الروحي في حياة الأمة. لقد سيطرت علينا الحياة المادية وعمتنا الغفلة من كل حدب وصوت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولذلك لك أن تتأمل حينما تدخل محطة المترو أو أي مواصلة، تجد الموبايلات غزت حياة الناس. بدل ما كنا نجد ظاهرة كثيرا ما نجد الصبح في يد الإنسان قديما أو قراءة القرآن الكريم، قل ما سيطرت الغفلة على كثير من الناس. والسبب في ذلك أنه من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره.
كنت بتأمل زمان وأستغرب أنه سيدنا عثمان بن عفان كان يختم القرآن الكريم كل 8 ساعات في وتره في ليلة من الليالي. إزاي سيدنا عثمان بن عفان وهو الذي تحدث عن نفسه حينما أتى إليه الخوارج وتسوروا محرابه، وأول خوارج في التاريخ هم الذين قتلوا عثمان بن عفان، وحينما خرجوا وقتلوه وهو يقرأ في كتاب الله أخذ عثمان يذكرهم بمحاسنه في الإسلام، يقول لهم لقد كنت أختم القرآن الكريم في وتر، ألم تسمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فأنا جهزت جيش العسرة. وما زال عثمان رضي الله عنه يذكرهم بمحاسنه، ولكنهم قتلوه، قتلهم الله ولعنهم الله، قتلوه وهو يقرأ كتاب الله وكان صائما، ورأى في يومه هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو يأمره بالصوم ويقول له صم يا عثمان وستفطر عندنا الليلة، فأفطر مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وفيه نزل قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طب ازاي 8 ساعات؟ لأن عثمان رضي الله عنه تعلق قلبه بالقرآن فأحبه، فمكث 8 ساعات وهو لم يمل. وبعض الشباب الآن ربما يمكث 8 ساعات و10 ساعات مع وسائل التواصل الاجتماعي، التقاطع الاجتماعي معذرة، لأنه أحب هذا الشيء. نصبح الآن على وسائل التواصل، ننام على وسائل التواصل، في الطريق مع وسائل التواصل، وعمت الغفلة حياة الناس من كل حدب وصوب. لذلك أيها الموحدون دائما وأبدا أقول كما قال الحسن البصري منذ أن خلقنا الله عز وجل إلى أن نلقى الله ونحن في سفر إلى الله، نحن مسافرون، كل شخص منا سينزل في محطة ما، والسفر هذا لا بد له من زاد، وأعظم زاد نتزود به هو ذكر الله عز وجل. أخف شيء، تأمل ما قاله سيدنا عبد الله بن عباس، قال من كسل عن الليل أن يكابده. يريد نستفيد من هذه الخطبة هذه الكلمات الثلاث، لو استفدنا منها لكفت. قال من عجز عن الليل أن يكابده، ومن جبن عن العدو أن يجاهده، ومن بخل عن المال أن ينفقه، فليكثر من ذكر الله. مش قادر تقوم الليل ولا تجاهد العدو ولا تنفق من مالك، فأكثر من ذكر الله. جاء فقراء المهاجرين إلى سيد الخلق يبكون، قالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور أي المال بالأجر، يا رسول الله هم يتصدقون ونحن لا نجد ما نصدق، هم يأخذون الأجر، يحجون ولا نستطيع أن نحج وهم يأخذون الأجر بالحج، يجاهدون ونحن لا نستطيع أن نجاهد. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن طيب من خواطرهم، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم؟ قولوا دبر كل صلاة بعد ما تنتهوا من الصلاة سبحوا الله 33 وكبروه 33 واحمدوه 33 وفي رواية 34 وفي رواية أخرى 33 وقولوا تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تسبقونهم به. هذا يدل على أن الصدقة ليس كل الصدقات بالمال، في صدقات بالذكر. قال عليه الصلاة والسلام كل تهليلة صدقة وكل تسبيحة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. هذه الصدقات التي تحتاج إلى مال، تحتاج منك فقط إلى أن تفرغ قلبك لله. إن أردت أن تعرف مكانك عند الله كما يقول ابن عطاء الله السكندري، إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. عاوز تعرف مكانك عند الله
إن أطلق الله لسانك بالذكر فاعلم أن الله اصطفاك واجتباك وأحبك، وإن صرفك الله عن ذكره فاعلم أن هذا عقاب معجل لك في الدنيا، عقاب معجل لك في الدنيا حينما يصرفك الله عز وجل عن ذكره. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكتبنا مع القوم الغافلين. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نحتاج إلى مراجعة أنفسنا أيها الموحدون بأمر خفيف، أنت وسائق السيارة، أنت في الطريق، أنت في أي مكان الصبح، عن طريق ذلك تطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث، قال والحديث عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص: يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع؟ إزاي كل واحد يكسب ألف حسنة كل يوم؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 خطيئة. طبق هذا الحديث، لو قلت سبحان الله وبحمده غفرت لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، لو أنك فعلت كل الكبائر وتبت إلى الله وأكثرت من ذكر الله كما يقول ابن القيم كلاما بديعا ما أبدع رائعا ما أروع، يقول: يأتي العبد يوم القيامة بسيئات كالجبال، له سيئات كجبال الشواهد، ولكنه قد هدمها بلسانه بكثرة ذكره لله. له سيئات كالجبال، راحت فين السيئات؟ هدم هذه السيئات بكثرة ذكره لله تبارك وتعالى. وكثرة ذكره لله تبارك وتعالى هذا ما قاله ابن تيمية لما مات ابن تيمية، رآه بعض تلامذته في المنام، قال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: ما أبقت لنا لا إله إلا الله ذنبا إلا وأسقطته وغفرت. كان أبو هريرة يستغفر الله عز وجل في اليوم 12,000 استغفار كما ذكر الإمام الذهبي، ويقول: ذكر الله أو استغفاري على قدر ذنوبي. فكم أنت تستغفر؟ لما كان يحيى أو خالد بن معدان يسبح الله عز وجل في كل يوم أكثر من 20,000 تسبيحة، ولما غسلوه وجدوا أصبعه وهو على خشبة الغسل يشير بالسبابة إلى السماء، فكأن الله عز وجل يأبى إلا أن يذكره وهو على خشبة الغسل. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولذلك أسهل شيء وأضيع شيء في حياتنا كثرة ذكر الله أو قلة ذكر الله. أضيع شيء وأسهل شيء في سيارتك، عند منامك، في خروجك، في طرقاتك. وأنا أوصيك وأوصي نفسي، لو أنك فعلت ذلك زاحمت الصحابة على الحوض، بل زاحمتهم أنت على باب الجنة. لو أنك قلت في كل يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلتها في كل يوم 100 مرة لن يستطيع أحد أن يأتي بمثلك إلا رجل قال مثلك أو زاد عليه. هذا الذكر أفضل كلام اصطفاه الله بعد القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: اصطفى الله من الكلام 4، والحديث عند الترمذي، 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأصل هذه الكلمات 4 باختصار شديد، أصل هذه الكلمات 4 تسمى بالباقيات الصالحات، وفيها قال ابن مسعود في تفسير قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي وصية الخليل لسيد الخلق للأمة الحبيب عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج. قال له: أقرئ أمتك مني السلام
وأعلمهم أن الجنة طيبة التربة عذبة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول الحسن البصري: الملائكة يبنون القصور للموحدين والمؤمنين من عباد الله في الجنة، ويغرسون الأشجار. قال: فينقطعون، يبطلوا يبنوا ويغرسوا الأشجار. فيسأل بعض الملائكة بعضا: لمن قطعتم عن البناء؟ لمن قطعتم عن الغرس؟ فيقولون: لقد انقطع صاحبنا عن التسبيح والذكر فانقطعنا عن البناء. فأنت ما دمت تذكر الله ثق تماما أن الله يذكرك بمعيته، بكرمه، بعطائه، بحفظه، بكلئه، برعايته، كل ذلك. فاذكروني أذكركم، كما أن الملائكة يوم القيامة يحفظونك، ينادي منادي من قبل الله عز وجل: أين أهل الكرم؟ من أهل الكرم؟ فيقومون وهم قليل. فتسألهم الملائكة: وما كان فعلكم في الدنيا؟ قالوا: كنا نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنب. هؤلاء هم أهل الكرم في الآخرة، هم أهل الله عز وجل. لذلك في هذه الكلمات الأربع أوصي بها نفسي، لو أنك قلتها لما يأتي أعرابي لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فركب الأعرابي ناقته، ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: تذكر البائس فرجع. هذا الأعرابي تذكر شيئا فرجع. فجاء الأعرابي بعد أن أناخ الناقة مرة أخرى فقال: يا رسول الله، هذه لله، فما لي أنا؟ هذه لله، أربع كلمات لله، أنا عايز حاجة لي. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك إن قلت سبحان الله قال الله عز وجل لك صدق، وإن قلت الحمد لله قال الله لك صدق، وإن قلت لا إله إلا الله قال الله لك صدق، وإن قلت الله أكبر قال الله لك صدق، وإن قلت رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني قال الله لك قد فعل. ولذلك إن أردت أن يستجيب الله دعاءك، هذا مجرد، إن أردت أن يستجيب الله دعاءك فقل هذه الكلمات بعد الدعاء وقبل الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعار بالليل، تعار بالليل يعني إيه؟ يعني قام في وقت الليل انتبه، فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قام فتوضأ وصلى، فإن صلى قبلت صلاته وإن دعا قبل دعاؤه، والحديث عند البخاري ومسلم. دل ذلك على أن هذه الكلمات ترفع الدعاء. قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قيل: الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، والكلم الطيب هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها ترفع الدعاء وترفع البلاء وتكشف عنك الهم والغم. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا ذكره. اللهم ألهمنا ذكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تكتبنا مع القوم الغافلين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك أواهين مطواعين منيبين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولعلمائنا ولمشائخنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان ضعيفا فقوه في طاعتك، ومن كان فقيرا فأغنه، اللهم من كان محتاجا فأعطه، اللهم من كان مهموما ففرج همه. اللهم يا حي يا قيوم احفظ على مصر أمنها، اللهم احفظ على مصر جيشها، اللهم احفظ على مصر جيشها وجندها، احفظ على مصر شبابها وبناتها ونساءها، اللهم احفظ على مصر أرضها وبرها ونيلها، احفظ على مصر ماءها وجوها وبحرها، اللهم احفظها بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، فرج الكرب عن المكروبين في بلاد الشام، اللهم فرج الكرب عن المكروبين في بلاد الشام،
اللهم فرج الكرب عن المكروبين في بلاد الشام، اللهم من أرادهم بخير فارد، ومن أرادهم بشر فاقسم ظهره يا ذا الجلال والإكرام، واجعله عبرة لغيره ومن عاونه ومن شايعه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامات أن تنصر من نصر دينك وأن تخذل من خذل دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطعام.